أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم مشيت الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها مشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي اليوم الباحثة بالشؤون الآسيوية الدكتورة نورة المجيم. حياك الله. أهلا ومرحبا فيكم. أيضا بالطرف الآخر من الاستوديو كالعادة في كل خميس رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، حياك الله. يا هلا، حياكم الله. مشاهدينا بعد الفاصل نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. نستهل جولتنا في الصحف المحلية من جريدة الجريدة، وفيها نقرأ: البطالة في الكويت صفر، ديوان الخدمة قرار سيادي من سمو الأمير أسس لوضع خطة تراعي تكافؤ الفرص بين المواطنين. لربيعان الدولة وفرت 24 ألف وظيفة بدأت مرحلتها الأولى ب 15 ألفا والمسجلون 11 ألفا. انتهاء أزمة التوظيف والقضاء على فترات انتظار وصلت إلى 3 سنوات. توحيد المزايا هدف أساسي، واقتصار التسجيل والترشيح على الآلي ووقف الفردي. نقف عند هذا الموضوع تحديدا مع الإعلان عن توفير 24 ألف وظيفة بعد توجيهات القيادة السياسية بضرورة انتهاء أزمة التوظيف والقضاء على فترات الانتظار الطويلة. كيف ترين هذه التحركات لإنهاء ملف البطالة في البلاد؟ نعم، تعتبر تلك التحركات هي توجيهات سامية وأميرية من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، تعتبر نقطة تحول في سياسة التوظيف وفي العملية التوظيف ككل، في فتح مجال لوضع خطة وأن يكون هناك نوع من تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين وتوحيد المزايا بعيدا عن الفردية. هذا ككل سوف يؤدي إلى انتهاء مشكلة وأزمة التوظيف في دولة الكويت، وفي انقضاء على سنوات وطول الانتظار يعني المنتظرين لتلك الوظائف. بالفعل هي خطة يعني محكمة، وهي مبادرة من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ستؤدي بتوفير تم الإعلان عن توفير 24 ألف فرصة توظيفية، في المقابل المرحلة الأولى أعلنت عن 15 ألف فرصة. هذا ككل سوف ينهي قضية وأزمة التوظيف في دولة الكويت ككل. أيضا سيكون هناك عملية آلية ككل في موقع ديوان الخدمة المدنية. نذهب معكم مشاهدينا إلى الطرف الآخر من الاستديو للحديث مع رسام الكاريكاتير محمد ثلاب عن فكرة كاريكاتير اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم اللي هو موضوعنا لليوم، موضوع إحدى الصحف عن القضاء على البطالة والتوظيف اللي صار سنين طويلة ينتظرون مجموعة من خريجي الجامعات والمعاهد بالتوظيف. فسوينا هذا الكاريكاتير شوي راح يكون يعني تفاؤلي للتوظيف، إن شاء الله نشوفه بنهاية البرنامج. تكلم بالتفصيل عنه في ختام هذه الحلقة. إذن مشاهدينا نستمر معكم ونذهب إلى صحيفة الرأي، فقد رصدت خلال جولة في محطة الزور الجنوبية جانبا من الجهود التي يقوم بها العاملون في المحطة، سواء الخاصة بشق التشغيل أو الشق الخاص بالصيانة وإدخال الوحدات للخدمة. وحول هذا الموضوع عنونت الرأي: في محطة الزور الجنوبية سواعد وطنية تسابق الزمن لحل أزمة الكهرباء. مديرها أكد أن صيانة الوحدات المتبقية قريبا يؤمن 500 ميجاوات للشبكة. نجحنا خلال الأيام الفائتة في إدخال 3 وحدات للشبكة بقدرة 600 ميجاوات. الزور الجنوبية تنتج 35% من كهرباء الكويت، وتوقيع عقود صيانة وحداتها يرفع كفاءتها، وجهود مضنية لعاملين محطة لتأمين عمليات التشغيل وإنجاز صيانة وحدات الإنتاج.
ومن جريدة القبس نقرأ: الكويت تسلمت آخر دفعة من طائرات كاراكال، طائرتان من أصل 30 ضمن صفقة المروحيات الفرنسية. اليوسف خلال حضوره مراسم التسليم يؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة الكويتية. تعاون مشترك بين الكهرباء والماء والأشغال لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية كويت 2035. تحت هذا العنوان نقل جريدة الأنباء عن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تأكيدهما أهمية التعاون المشترك وضرورة التنسيق الفعال بين الوزارات لتسهيل إجراءات العمل وضمان توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وفعالية. ويأتي ذلك في سياق الخطوات الفعالة نحو دفع عجلة التقدم والتنمية وتحقيق أهداف رؤية كويت 2035. وشدد الطرفان خلال زيارة الوزير بوشهري إلى الوزيرة المشعان في مكتبها على وضع آليات لتسريع وتيرة العمل وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية. أما جريدة السياسة فعنونت: وزارة الداخلية حملات أمنية وتفتيشية لضبط مخالفي الإقامة بعد 30 من يونيو. اجتماع تنسيقي للقطاعات الأمنية المعنية بتطبيق القانون وضبط مخالفي قانون الإقامة، اليقظة والجهوزية التامة للقطاعات الميدانية لفرض هيبة القانون. ونختم جولتنا من صحافتنا المحلية من جريدة الوسط، ومن صفحتها الأولى نطالع هذه العناوين: رفع الحظر عن تحويل العمالة المنزلية للعمل الأهلي في مبادرة تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل تكليف القوى العاملة بإعداد مشروع القرار. وزير الداخلية وجه بإعداد القرار لمدة شهرين وفق ضوابط تحقق التوازن بين العرض والطلب. مشاهدينا، ماشية الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل. نتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية. قراءة تحليلية في أبرز ماشيتات الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت: غزة تواجه المجاعة والمساعدات مكدسة على الرصيف العائم ولا أحد يتسلمها. تقول الصحيفة إن عملية تسليم المساعدات إلى غزة عبر الرصيف العائم بدأت تسير بوتيرة أكثر ثباتا بعد مجموعة من العقبات التي تسببت في توقفها عن العمل، إلا أن مشكلة كبيرة تلوح في الأفق، وهي أنه في الوقت الحالي لا تساعد هذه المساعدات في التخفيف من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. وقد ذكر الجيش الأمريكي أنه نقل نحو 40 شاحنة مساعدات إنسانية عبر الرصيف العائم، لكنها مكدسة في انتظار من يتسلمها. في ظل تعليق برنامج الأغذية العالمي لجميع عملياته، تلقى المساعدات بسبب مخاوف أمنية. إذن هناك مشكلة فعلا إنسانية ومأساوية في قطاع غزة. ما الذي يمنع الولايات المتحدة، وهي التي أنشأت أساسا هذا الرصيف العائم، من إيصال المساعدات للفلسطينيين؟ نعم، بالفعل كان الرصيف هذا الرصيف البحري اللي شامل لقطاع غزة هو كان بمبادرة أمريكية، وتم افتتاحه في 17 مايو ليساند مجال مرور المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. لكن إسرائيل هي تتعمد عدم وصول تلك المساعدات وتقيد ذلك، يعني مرور تلك المساعدات لابد أن تمر العديد من النقاط التفتيش التابعة للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي أيضا تعول ذلك إسرائيل أنها لا تريد أن تصل هذه المساعدات لمجاهدي حماس لتعزيز جهودهم الحربية، وتقيد في ذلك وتمنع تقريبا ما هذه المساعدات أن تصل بالفعل لقطاع غزة. والولايات المتحدة الأمريكية هي مقيدة في ولا تستطيع بالفعل أن تم يعني أن تتجابه مع إسرائيل في ذلك، وبالتالي يعني هذا القطاع هي تتعمد بمنع أكثر، الذي يقطنه أكثر من 2.4 مليون نسمة، يعني تمنع الوقود والمياه النظيفة والأدوية والغذاء أن تصل لهذا القطاع، يعني تلك المساعدات الإنسانية التي يحتاجها بالفعل العديد من القاطني هذا القطاع.
وبنفس الوقت أيضا نرى أن البرنامج أيضا تم تعليق البرنامج الغذائي نعم بسبب يعني تهديدات أمنية. وأيضا هذا الرصيف بالفعل تعرض منذ بدايته إلى أمواج عاتية، وبالتالي تم الجيش الأمريكي في إصلاحه مرة أخرى، وقد تكلف الملايين حسب ما ذكرته الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك يعني عوائق قد تكون طبيعية في أن يكون هذا الرصيف جبهة إنسانية لأن تصل تلك المساعدات، وأيضا هناك عائق أكبر وهو منع إسرائيل أن تصل هذه المساعدات بالفعل. نذهب إلى صحيفة عمان العمانية ونقرأ فيها: إسرائيل متوترة داخليا وتعالج مشكلتها بدماء الأبرياء في غزة. وذكرت الصحيفة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى استشهاد 45 فلسطينيا في قطاع غزة في حصيلة ليست نهائية مع استمرار عمليات الإنقاذ والانتشال من تحت المباني المهدمة. ونقلت وكالات أنباء عن سكان في غزة قولهم إن دبابات الاحتلال الإسرائيلية واصلت التوغل في غرب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة خلال الليل ونسفت العديد من المنازل. القدس العربي تعنون: وزير الخارجية الأردني: لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلا عن الاحتلال. وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد على أن بلاده لن تنظف وراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة ولن ترسل قوات لتحل مكان قوات الاحتلال في القطاع الفلسطيني. كيف تقرؤون تصريح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وضعا إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة؟ يعبر عن هذا التصريح لوزير الخارجية الأردني عن بيان للشعوب، إرادة الشعوب والتغيير الذي يحدث بالفعل في العالم. أيضا تريد الأردن ودول العالم أن توصل حقيقة، يعني بالفعل أن لابد أن هناك تحرك مجتمع دولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وهجوميتها على دولة فلسطين. أيضا بالنسبة لهذا التصريح أيضا لن تكون رفض يعني صريح لأن تكون القوات العربية هي التي تقوم بتنظيف ما الواقع الكارثي الموجود في قطاع غزة والذي تسببت فيه الكيان الصهيوني. يعني هذا الكيان لابد من أن يكون هناك وقفة في فرض عقوبات من المجتمع الدولي للكيان الصهيوني، وبنفس الوقت أن يكون رفض ووقف كامل لهذا العدوان. نعم. نذهب إلى صحيفة يعني شفق التركية والتي نشرت تحليلا عنوانته بقرار تجنيد الحريديم هل يطيح بحكومة نتنياهو. وتقول الصحيفة أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت بالإجماع قرارا يحث الدولة على وجوب تجنيد اليهود المتشددين دينيا الحريديم في الجيش، وهي قضية خلافية منذ سنوات. هذا القرار التاريخي وفق محللين ربما لن يؤدي فورا إلى سقوط الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، ولكنه قد يمثل بداية السقوط في ظل خلافات وانقسامات عديدة. إذن بنيامين نتنياهو تواجه مشكلات عدة، قضائية دولية من كل مكان. هل يمكن أن يتسبب هذا القرار في الإطاحة بحكومة نتنياهو؟ نعم بالفعل، هذا القرار من المحكمة العليا الإسرائيلية سوف يؤدي إلى وجود أزمة مفتعلة داخليا ومواجهة وانقسامات في الداخل بين الحريديم وبين العلمانيين. هذا أيضا سيؤدي ويعبر عن مدى الانقسامات ومدى فشل الحكومة الإسرائيلية وتعرضها للعديد من الخسائر الفادحة. أيضا سيؤدي هذا القرار بالفعل إلى وقف التمويل للمدارس والمؤسسات الدينية. يعني وبالفعل الآن يتجه وزير الدفاع الإسرائيلي لتجنيد 3000 حريديم سنويا. هذا ما سيواجه نوع من التصادم بين الحريديم والحكومة الائتلاف الصهيونية، وما يؤدي إلى ضغوطات وانقسامات، وبالفعل سيؤدي بالفعل هذا بداية لسقوط حكومة نتنياهو إن شاء الله. وفي نفس السياق نذهب إلى العربي الجديد تعنون:
نتنياهو يخشى الاعتقال لدى توجهه إلى واشنطن. وذكرت الصحيفة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى مناقشات بشأن احتمال إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحقه هو ووزير الأمن الإسرائيلي يؤاف جالانت، استجابة لطلب المدعي العام للمحكمة كريم خان الذي يتهمهما بارتكاب جرائم حرب. وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات والمسؤولين بينهم وزير القضاء ياريف ليفين، وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا. نرجع لموضوع جدلية إلقاء القبض على نتنياهو بعد يعني إصدار لها المحكمة لاهاي هذا الأمر، هل تملك المحكمة الجنائية الدولية القدرة على تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو حال وصوله إلى الولايات المتحدة؟ نعم، بالفعل هناك خشية وتخوف من قبل إسرائيل بعد إصدار المدعي العام مذكرة اعتقال للرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه وعديد من القادة أيضا. بالنسبة لتلك المسألة، هناك زيارة مرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء خطاب في الكونغرس. هناك كتاب إسرائيليين وسياسيين يعني قد وقعوا شبه بعريضة طويلة لهذا إنهاء هذا الخطاب وعدم الذهاب لتلك الزيارة. هناك تخوف وهناك مشاورات على المستوى القضائي والقانوني في إسرائيل، وسيناريوهات لمناقشة قد تكون في حال هبوط الطائرة الإسرائيلية في إحدى الدول الأوروبية والتي قد تكون يعني تم توقيعها على ميثاق روما. يعني جميع الدول التي وقعت على ميثاق روما هي ملزمة في قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا ما تخشاه إسرائيل. وقد يكون هناك مذكرات قد تكون سرية وغير معلنة، ويكون هناك عديد من الدول الأوروبية قد وقعت على ميثاق روما وبالتالي ستتعرض للاعتقال. هذا يعني هناك خشية، يعني هناك انتقادات من الداخل سواء من على المستوى الإسرائيلي وفي المجتمع الدولي. نذهب إلى النهار اللبنانية مشاهدينا ونطالع فيها. أردوغان يتهم الدول الغربية بدعم هجوم إسرائيلي على لبنان. اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الدول الغربية بدعم هجوم إسرائيلي محتمل في لبنان ضد حزب الله الداعم لحركة حماس. وقال الرئيس التركي أمام نواب حزبه في البرلمان، خطط رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع الحرب إلى المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة. الأيام البحرينية تعنون البيت الأبيض نعمل على منع التصعيد في لبنان وخاصة حول الخط الأزرق. وتقول الصحيفة مع تصاعد المخاوف من توسع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على منع التصعيد في لبنان وخصوصا حول الخط الأزرق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، نحاول منع جبهة ثانية في الشمال عبر جهود دبلوماسية مكثفة. هل يمكن القول بأن هذه التهديدات باندلاع حرب بين حزب الله اللبناني وأيضا إسرائيل هدأت الآن؟ لا أعتقد هناك تعنت من قبل الطرفين سواء من الجانب الإسرائيلي أو من حزب الله اللبناني. في هناك استعداد سواء من حزب الله ومن قبل إسرائيل في جاهزيتها للحرب، وهو ما أعلنت عنها أيضا الجيش الإسرائيلي. وتصاعد هذه الحرب، هناك تخوف بالفعل من سواء من المجتمع الدولي أن تتسع نطاق هذا الحرب وأن يكون هناك فتح جبهة ثانية في لبنان غير فلسطين، والولايات المتحدة لا تريد ذلك بالفعل. ولكن يعني بالنسبة للجانب الإسرائيلي يريد أن يكون هناك أن يكون لوقف تلك هذا الاستعداد العسكري، أن يكون هناك يعني دخول للسلطات اللبنانية بإبعاد الحزب الله عن الحدود اللبنانية وبشروط معلنة، وهذا أعتقد لا تستطيع بالفعل السلطات اللبنانية أن تمنع حزب الله لذلك. وبالتالي هناك تصاعد بالفعل، وقد تضاعف عدد الجيش الإسرائيلي 4 أضعافه ما قبل على الحدود اللبنانية. التعزيزات العسكرية. نعم بالفعل.
نذهب إلى هسبيريس المغربية ونطالع فيها. القضاء الفرنسي يصدق على اعتقال الأسد، وذكرت الصحيفة أن محكمة الاستئناف صدقت في باريس على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق في حق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في عام 2013 وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نشرت تحليلا بعنوان ماذا سيحدث إذا انسحب جو بايدن أو دونالد ترامب من السباق الرئاسي. وتقول الصحيفة قبل المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى لعام 2024 اليوم الخميس، لا يزال الناخبون يشعرون بالقلق بشأن مدى ملائمة المرشحين للمناصب، ويجب على جو بايدن البالغ 81 عاما استغلال المناظرة لإقناع الناخبين بأنه لا يزال على مستوى المنصب، خاصة بعد أن أثارت مقاطع الفيديو الأخيرة المخاوف بشأن عمره. ويواجه دونالد ترامب 78 عاما أيضا أسئلة حول عمره وحدته العقلية ومزاجه، وسيحكم عليه الشهر المقبل لإدانته الجنائية في نيويورك في حال انسحب أحدهم فجأة من السباق أو مات. يمكن أن تكون معركة الخلافة فوضوية، فسيصبح لزاما على الحزب الديمقراطي أو الجمهوري البحث عن بديل. لوموند الفرنسية نقرأ فيها: في السودان استراتيجية الأرض المحروقة لقوات الجنرال حميتي شبه العسكرية. وذكرت الصحيفة أن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميتي كثفت هجماتها على الفاشر آخر مدينة في دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومن شأن الاستيلاء عليها أن يمنح قوات الدعم سيطرة شبه كاملة على الثلث الغربي من السودان. وأوضحت الصحيفة أن ما يقرب من 2 مليون مدني محاصرون في المدينة، حيث لا تجد أي مساعدات إنسانية طريقها عبر الخطوط الأمامية بسبب قذائف الدعم السريع المنهمرة. يعني الفاشر تحديدا أصبحت منطقة صراع كبيرة وأزمة إنسانية تقع في هذه المدينة. ألا يمكن مثلا أن تشكيل تحالف عربي بدعم من دول غربية لإنهاء هذه الأزمة السودانية، وقف الحرب التي استمرت لسنوات؟ أعتقد أن إنهاء أزمة السودانية هو لابد من أن يكون مسؤولية النخب السودانية والمجتمع الدولي بمنظماته الدولية والإقليمية، وأن يكون بالفعل أن يكون هناك دور لتحالف عربي وغربي لوقف هذه الحرب. قد تكون حرب أهلية في الداخل، وهذه الأزمة يعني نرى كما نعلم أن السودان هي سلة العالم للغذاء الثانية بعد أوكرانيا للدول العربية، وهذه الثروات التي تمتلكها لابد أن يكون هناك بالفعل هي على مشارف الجوع والفقر وحروب أهلية، وهناك تشريد قسري للكثير من العديد من السودانيين. ويعني لابد أن يكون بفعل تحرك دولي يشمل الدول، وهذا ما صرح فيه الأمين العام للجامعة الدول العربية، وأكد لابد هناك تعزيز وجهود وحثيثة لمبادرة تحقيق حفظ السلام والاستقرار للسودان، وهذا سيكون هذا عمل مشترك سواء من الجانب العربي والدولي بالفعل. نذهب معك ومع السادة المشاهدين إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم مشاهدينا من صحيفة الشرق الأوسط للكاتب إيميل أمين بعنوان بايدن ترامب المناظرة ورهان الفوز. ويقول الكاتب: على بعد ساعات قليلة ينتظر العالم عامة والأمريكيون خاصة مناظرة انتخابية رئاسية غير مسبوقة تجري من دون جماهير عبر شبكة CNN الإخبارية الأمريكية بين الرئيس الحالي والرئيس السابق الساعي لترشيح حزبه للعودة من جديد إلى البيت الأبيض. ويضيف الكاتب: بداية ربما تتحتم الإشارة إلى أن معظم الأمريكيين والعهدة على استطلاعات الرأي
الآرائي المختلفة لا يشعرون بسعادة غامرة حيال المناظرة بين رئيس حالي يبلغ من العمر 81 سنة تغني الحال عن السؤال بشأن صحته وإمكاناته الذهنية، ومرشح منافس غير بعيد عنه سنا 78 سنة محمل بكثير من الأوزار القانونية والأدبية. ويتابع الكاتب: يحتاج الحديث عن المناظرة إلى مساحة أكبر، لكننا وفي عجلة نتساءل ما هو الهدف منها بالنسبة لكلا المرشحين؟ الهدف الرئيس لبايدن وترامب الوصول إلى جمهور من الناخبين المعتدلين وكذا إلى المستقلين، عطفا على الذين لم يحسموا أمرهم في الولايات المتأرجحة، أولئك الذين سيشكلون من نواحي عدة العامل الحاسم في هذه الانتخابات. وفق هذه المعطيات الحالية، لمن تميل الكفة والتوقعات بشأن هذه المناظرة برأيك، لبايدن أم ترامب؟ نعم، أعتقد النصيب الأوفر لترامب بالفعل بحكم عامل السن، وأيضا فشل شبه فشل السياسات الاقتصادية لبايدن وهذا التضخم الذي تعانيه الولايات المتحدة، أيضا الانقسامات الداخلية والمجتمعية وموقفه مع الحرب على قطاع غزة، وأيضا موقفه في الحرب الأوكرانية. بالفعل هذه جميعها تشكل أمور، أيضا موضوع الهجرة، فشل منظومة الهجرة في جنوب المكسيك، أيضا هذه الأمور جميعها وانتشار الجرائم، هذه الأمور جميعها تصب في صالح ترامب على أنه يعني مدان جنائيا، إلا أن هناك النصيب الأوفر. واليوم المناظرة الحاسمة والذي تشهد يعني العديد من الملايين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم يعني سيشهدونها اليوم في توقيت غرينتش 11 غرينتش فجر الجمعة، هذه مناظرة حاسمة وستغير بوصلة الانتخابات الأمريكية من بعد 2020. وبالتالي أعتقد أن بالفعل النصيب الأوفر سيكون لترامب. نعم، وصلنا معك ومع السادة المشاهدين إلى كاريكاتير اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. نذهب إلى طرف الآخر من الاستوديو مع رسام الكاريكاتير محمد ثلاب لتحدث أكثر حول كاريكاتير اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم مثل ما قلنا قبل شوي القضاء على البطالة، وهذا من القرارات اللي تصب في مصلحة المواطن. يعني هناك يعني مشاكل كثيرة بسبب البطالة في الكويت. الآن البطالة راح تكون صفر، فهذا إنجاز كبير للكويت بهذا القرار الكبير. التسجيل راح يكون عن طريق سهل، وأيضا هذا من التسهيل الأمور للموظفين الجدد. سويت كاريكاتير شهادة يعني كأنها تصب إلى أو الخريج يصب إلى على طول إلى الوظيفة بدون أي إعاقات أو البطء، أو أن ينتظر أكثر من 3 سنين ينتظر. فهذا الكاريكاتير دلالة على السرعة في التوظيف. نعم، كاريكاتير معبر يتماشى مع خبر يعني إصدار عدد كبير من الديوان الخدمة المدنية لإشغال الوظائف للخريجين الجدد. تعليقك دكتورة على هذا الكاريكاتير؟ نعم، يعني نوع من التفاؤل بأن يكون هناك نوع من تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين المواطنين وإنهاء طابور الانتظار لهذه الوظائف. بالفعل سيكون هناك حل لتلك الأزمة الوظيفية، ونحن متفائلين جدا إن شاء الله. بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفي كانوا معي في الاستوديو باحثة بالشؤون الآسيوية دكتورة نورة المجيم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وأيضا رسام الكاريكاتير المبدع كالعادة أستاذ محمد ثلاب، يعطيك العافية. مشكورين، يعطيك العافية. شكرا موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله. نلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد القادم. في أمان الله.